اللحظة اللي تو خرجنا من القاعة بعد ما قررت المحكمة تأخير الملف اليوم الأربعاء بناء على طلب ديال المتهم نفسه اللي اليوم تيتأكد بما لا يدع مجال الشك على أن بوعشرين ومن معه بواسطة الدفاع يحاول قدر الإمكان تأخير لهذا الملف وتمطيطه أكبر قدر ممكن من الوقت، لأنه إلا كانت القواعد ديال المحاكمة العادلة تتفرض أنه يحاكم الأشخاص في مدة قصيرة، وهذا هو المتعارف عليه دوليا، وهذا هو ما تينادين به حتى الناس اللي اليوم تيقولوا أننا نتعاطف مع توفيق بوعشرين. توفيق بوعشرين بواسطة الدفاعية يحاول تأخير هذا الملف وتمطيطه أكبر قدر ممكن. كيف يعقل أنه بعد 14 جلسة كلها بطلبات من المتهم اليوم تيتقدموا بطلب ديال استدعاء شهود من بعد ما المحكمة قررت أنه رفض الطلب، خصوصا أنه الأمر يتعلق بشهود سبق المحكمة قررت الاستماع لهم وأشخاص أخرين اللي هما أصلا تابعين لهم وتيشتغلوا معهم. بعد ما خذات القرار تيتقدموا بطلب آخر ديال مخاصمة المحكمة، وكأن المحكمة أصبحت خصم، فتقدموا بطلب رامي إلى المخاصمة على أساس أنه في جريح، رغم أن مقتضيات المادة 274 واضحة و 273 واضحة أنه لا يوجد أي سبب من أسباب الجريح. المحكمة جابت على الموضوع ليتقدم بوعشرين شخصيا ويدعي ويصرح بأنه الأجواء غير ملائمة، وأنه لا يمكن له الكلام، وأنه يلتمس تأخير الملف للمخابرة مع محامية فرنسية كما قال، وكأنه ليس له دفاع في حين أنه هيئة الدفاع فيها ما يزيد ال 20 محامي، ويدعي بأنه غير قادر على الكلام في محاولة أخرى لتمطيط هذه القضية للبحث عن سبب آخر للتذرع بالتأخير. المحكمة تماشيا مع المبادئ السامية للمحاكمة ومع المبادئ ديال حقوق الإنسان استجابت لطفا منها الملتمس ديال توفيق بوعشرين الشخصي وقررت تأخير الملف ليوم الأربعاء بناء على طلبه على أساس أنه غير قادر على مباشرة هذه القضية. نتمنى أن تكون هذا آخر سبب للتأخير، وأن لا يأتينا بوعشرين ومن معه بمبرر آخر وسبب آخر لتأخير هذا الملف، واللي كيوضح أنه العملية كلها محاولة هروب من مناقشة الملف، لأنه حتى الشهود الذين يتحدث عنهم والذين تقدموا بطلب استدعائهم ماذا سيثبت وماذا عن ماذا سيتحدث؟ هل كانوا في الحجرة أو في المكتب الذي كانت تمارس فيه الأفعال الشائنة؟ احنا قلنا لهم جيبوا لنا الشهود اللي كانوا معاه في الغرفة، اليوم تيجيبوا شهود لإثبات أشياء لا علاقة لها، إما إذا كانوا هاد الناس هما اللي كانوا كيصوروا مرحبا بهم، إذا كانوا معاه في الغرفة مرحبا بهم، أما إن كانوا من خارج هذا الإطار تنعتقد أنه هذا سبب من الأسباب ديال تمطيط هذه القضية، اللي نتمنى أنه ما يخرجوش ثاني من ويقولوا بأن يعني تيتم تأخير الملف إضرارا به، والحال أنه جميع ملتمسات التأخير كتجي من بوعشرين ودفاعي. شكرا لك. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.